ماتش تشيلسي وفيورنتينا، الماتش ده تشيلسي خسرت على ارضها ضد فيورنتينا 1-0. كنا في تشيلسي اه. انت خدت مباراه الكوره يا كابتن؟ اه وخدنا مخطوة. رحت انا وبابا بس رحنا ماتش تشيلسي وارسنال برضه. أيوة تشيلسي بناتك يقعدوا يشجعوا وكده و... هم البنات عايزهم يعيشوا الجو. كان اول مره يدخلوا استاد ساحه جورجيا. اه كان اول مره. اي ماتش احنا رحنا تشيلسي خسر 1-0. انا عايزه اسالكم على، انتوا عارفين باباكم دخل او حقق مع الفرق و رياضيا حقق انجازات حقيقيه وكبيره جدا، عارفين ايه اهم انجاز رياضي لباباكو؟ انا اهم انجاز رياضي بالنسبه لي دي اللي هو احسن جول في افريقيا. احسن جول في افريقيا مرتين. اه ده في بطوله افريقيا 98 و 98 بوركينا فاسو. مظبوط. طيب ما تخلينا نشوف اللقطه دي. ماشي اهي ده لما صدها في السيمي فاينل وبعدين حسن امام جابها وعين كذب. هيحطها له على اليمين. ايه ده انت حافظ؟ هيحطها له على اليمين. لا حطها له على اليمين. الزمالك وكوتوكو. صح مظبوط 93 ده. اهو 7-6. احكي لي يا كابتن، احكي لي على اللحظات دي. لحظه كانت لحظه من اسعد لحظات حياتي الحقيقه. قول لي يا احمد. انا عايز اسالك قولي. حاجه على ده. قول. كنت عايز اسالك من زمان. قول. لما انت تصد انا صديت كتير برضه زي دول. انت لسه لعبت عشان تصد؟ لا انا صديت. هو عنده دورات الرمضانيه وكده. صديت بس مش لازم يعني. بس مش 100,000 ونهائي افريقيا دورات رمضانيه. ماشي قول. دورات رمضانيه احسن جول يعني. قول لي قول لي ماشي قول لي. لما انت تشد بنتي وتشوف الجمهور كله كده وفرحان وكده احساسك ايه؟ احساسي احساس فظيع. وبعدين انا بس خد بالك وقت ضربه الجزاء وهو داخل ما بفكرش في اي حاجه خالص. ما تقولش السر. خالص. ايه ده؟ قلنا لها على القناه ما تقولش السر كتير. لا 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 ما بيني وبينك سر. لا بس ما بفكرش في اي حاجه يعني انا ما بشوفش حاجه في الملعب ده كله في ال 100,000 غير الكوره واللعيبه اللي داخل بس. انا لما اصد دي لازم ابص على الجمهور يعني. يعني ما بشوفش اي حاجه خالص ولا بسمع حاجه ولا بكون مركز 100%. لازم لو انا جالي حاجه زي كده وصدتها لازم ابص على الجمهور قبل ما ابص على اللعيبه. لا 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 خالص ده غلط. لا لما ابص على اللعيبه واصدها ابقى ابص على الجمهور. خلاص بعدين بعد ما تخلص المهمه بتاعتك خلاص وبعدين تبص على الجمهور امتى؟ بعد ما تخلص الماتش بتاعك. انما يعني طب انا صديت ضربتين جزاء. بس انت حظك اللي هو كان في احسن وقت بتاع الجمهور. اه لما كان الجمهور بيجي صح. دلوقتي مفيش جمهور اساسا لو حد صدها. ان شاء الله لما تيجي تلعب انت عينك على الجمهور يا عم. الراجل كان بينجي. الجمهور قدامك.